الحكم عدل وأمان. إنها قصة السلطان اسمها فتنة الزمان. لتكون حكمة عظيمة أراد لقلبها أن يموت، نصبوا لها مكيدا إما السلطنة أو يقود. يعيش الأمير ركن الدين، يعيش الأمير، 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 يعيش الأمير ركن الدين، يعيش الأمير. أخرسوا عم تحيوني مثل اللي عم يودع واحد رايح على الموت. لك شبك ابني، عم تتصرف بشكل مو طبيعي ابدا. لا بتنبسط اذا احترموك الناس، وفوقه كمان ما بتنبسط إذا قللوا من احترامك. هي مو طريقة منيحة لتحاكي فيها شعبك. كيف بدك الواحد يحكي مع العالم هو رايح على الموت؟ ألتونيا لهلأ مختفي، والسلطان رح يقتلني ويغرق الهالتشوك بدمي. مو معقول تفكيرك. السلطان لازم يكون شجاع، مو خايف من الموت. ما فهمت. مو انت يلي بتتمنى تكون السلطان على دعلي وخايف تختلط مع شعبك؟ ما عندك مجال للتراجع، بدك تواجه السلطان لأنه تم إعلان التحدي. إذا ما رحت برجليك الشعب رح يشحطك للقتال. موت موتة محترمة أفضل من آخرة مذلة. تعطوني عنوان الحكيم شاندر بهار؟ أخي صغير وبحالة كتير صعبة، في حدا عطاه جرعة سم وهلأ هو بين الحياة والموت. أنا سمعت أنه الحكيم عنده دواء لكل أنواع السموم، بترجاكم ساعدوني، بدي أنقذ حياة أخي مشان الله حدا يرد علي. يا بنتي ما في بيوت موجودة بهي المنطقة، ولا حتى منعرف حدا حكيم باسم شاندر بهار. على الأغلب يلي عطاك العنوان دلك غلط. لا بظن هالصبية تعرف منيح لوين جاي. أحياناً منفكر إنه ضيعنا الطريق، بس بالآخر منوصل بلا ما نحس. واليوم بالذات القدر ساعدك لتوصلي لعنا، وهلأ المطلوب تنسي كل مشاكلك وتعملي شغلة واحدة بس، إنك تحمدي ربك وتتشكري. طيب وأخي المريض مين رح يشفيه؟ ربك وحده هو الشافي، ومستحيل ينسى عبده. الدعاء والإيمان هنن الدواء يلي بيشفي قلوبنا. نحنا بهدول من آمن وما منخاف من شي. لهالسبب نحنا اليوم مجتمعين بهذا المكان الهادي. إذا قدران تنسي كل مشاكلك وتدعي بكل إيمان ومحبة، الله رح يسمعك ويستجيب لدعواتك. بس أنا خايفة أني أتأخر. نحنا يلي منتحكم بالوقت. اطمني ما رح تتأخري، والمفروض تكوني بتعرفي إنه يلي رح يصير اسمه قدر وما فيك تمنعي. أنت بتعملي يلي عليكي وبتتركي الباقي لربك، هو أكيد ما بينساكي ورح يساعد أخوكي ورح يشفي إن شاء الله. إيه كلامه صحيح،
يمكن الدواء رح يساعد أخوكي، بس دعواتك مهمة وواضح إنك بنت صادقة ووفية. صدقيني رح تتحقق كل أمانيكي، فلا تضلي خايفة ومرعوبة، بلشي بالدعاء وسلمي أمرك لربك، هو اللي بيساعد أخوكي. أنا دائما بجي لهون وبدعي لربي يلي بيعرفني وما بينساني، وهو أكيد شايفني وعم يسمعني. يا بنتي طلبتي من الله بكل إيمان إنه يساعدك؟ طبعاً طلبت وبتمنى يستجيب. وليش لحتى ما يستجيب مدام انتي دعيتي من قلبك؟ خدي هاي الخلطة يا بنتي. هاي الخلطة رح تساعدك، خدي قدميها لأخوك المريض وبعدها أكيد رح يتحسن. أمي، الظاهر أنا محظوظ كتير وما رح موت اليوم. ما بعتقد إنه السلطان رح يجي. لكن بدك تصرح للعلن إنه السلطان شخص جبان، تخلى عن المواجهة لأنه خايف على حياته. يا جماعة، لهلأ سلطانكن ما اجى على المواجهة، وأنا رح قلكن شو هو السبب. أكيد لأنه خايف ومو مسترجي يوقف قدامي، وهالسلطان المنقذ تبعكن يلي بتعتبروه سلطانكن خزلكن وما اجى طبعاً لأنه خايف. الحقيقة ما بده يواجهني قدامكن. وينه؟ هاتوه، خليني ورجيكن كيف رح اهزمه. Yeah.
امسك اعصابك ولا تتوتر ابدا. رئيس السلطان، لا تحسسه انك خايف. رئيس السلطان، رئيس السلطان، رئيس السلطان، رئيس السلطان، رئيس السلطان، رئيس السلطان، رئيس السلطان. خلاص، شو هالمسخره هاي؟ بحياتي ما شفت مثل هيك تحدي. معقول انا ما اعرف مين عم قاتل؟ لازم تكشف عن حالك قبل ما عاقبك وتموت على ايدي. ليش ما بتحكي عن الظلم بدل ما تحكي عن العقاب؟ الناس المظلومة منك لازم مين يخلصها. انا جيت اليوم لهون لخلص الناس من حكمك، وانت قبلت التحدي اللي فرضته عليك. وانت كان بدك تشوف السلطان؟ طلع قدامك، السلطان واقف مقابلك. التونيا؟ انت السلطان؟ شلون بتعمل هيك؟ رغبات قلوبنا هي اللي بتحكمنا، وهذا هو اسلوب التونيا بالحرب. هاي طبيعتي. لا لا، ما فيك تكون انت السلطان. فيك تخدع كل اللي هون بس انا لا. شو يعني نسيت انت انه انا شفتك هداك اليوم لما كنت عم تتقاتل انت والسلطان بالغابة؟ لا، مستحيل تكون انت. واثق انك شفتني؟ لانه انا بطبيعتي بحب اعمل هيك خدع. كان كل همي وقتها خليك تثق فيني، ومشان هيك قررت احميك. واللي تنكر بالسلطان وهاجمك فهو رفيقي داروميا. على فكرة أنت عندك ذاكرة كتير ضعيفة. بتحب ذكرك؟ ذكرك كيف بآخر لحظة أنقذتك من الموت لما هجم رفيقي عليك؟ بس شغلة واضحة مثل هي أنت ما قدرت تفهمها. إذا هو عن جد كان السلطان، فاعتبر حالك ربحان بهالمواجهة، لأنه حتى لو حطيت برقبته السيف ما رح يعمل لك شي ولا حيسترجي يقتلك. اوعك تخسر هالفرصة هاي. ماشي، أنا جاهز لنتقاتل علناً.
مو تحققت رغبتك انك تشوف السلطان اللي عم يتحداك؟ لكان إلي ليش بدك تضيع وقت بالقتال؟ انت بس عطيني دواء للسم اللي اخده ياسر، واذا بدك فيك تقتلني بعدها. ليش كتير مستعجل ألتونيا؟ انت لعبت بأعصابي وامتحنت صبري، وفوقها كمان زلتني قدام كل العالم، صح؟ لهالسبب انا اليوم جاي لاسترد حقي واهزمك. بدي ارجع كرامتي ومكانتي اللي خسرتها بسببك. انا مقاتل بطبيعتي، وطبيعتي ما بتخزلني ابدا، ولهيك خايف انه اذا قررت قاتلك قدام الناس اغلبك وتروح هيبتك. لا تعلمني عليك، انا اكتر حدا بيعرف شخصيتك وطبيعتك، وبعرف منيح كيف اتعامل معك. اسمعوا، انا الامير ركن الدين، عندي مبادئ ثابته. حتى لو السلطان قرر يكون عدوي، مع هيك هو بنظري جندي شجاع، وانا كمان بعرف كتير منيح كيف احترم هيك انسان. اما هلا بقلك ما بعرف شو ممكن تكون نتيجه المبارزه اللي حتصير بيناتنا، لهيك لاخر مره اسمح لي وقدام كل الناس ودع الجندي الشجاع. ألتونيا، شكراً كتير إلك، لأنه بسببك اليوم مرقت بتجربة جديدة واختبرت إحساس جديد. العالم شخصياتهم مختلفة بس مربوطين بنفس الخيط، مثل الحبات المختلفة بنفس المسبحة. واقتنعت أنه ما في شي بيصير بالصدفة، مثل ما قالت هديك المرأة أنه أحياناً حتى الطريق الغلط بياخدنا لوجهات صحيحة. انت سبق وخبرتني عن طبيعتك، وهلأ صار وقت تعرف طبيعتي. بعد شوي رح تفوت بحالة من اللاوعي وعدم التركيز يا ألتونيا. لا لا لا، اصحك طالع صوت مشان ما تبين انك ضعيف. انا عادتي اني ما بنفذ وعودي، بس تخيل شو رح يصير اذا ما قدرت تدبر مضاد السم مشان يتعافى الامير ياسر. ياسر، راضية؟ راضية، شوفي ياسر، اطلع عليه كيف صار لون جسمه أزرق وعم يتنفس بصعوبة. أنا كتير خايفة عليه، شو الحال؟ ما رح يصير له شي رؤي. شادية، أنت ما بتوثقي فيه؟ ياسر، حبيبي، طلع، أنا جبت لك الدواء. ليك، هذا رح يوقف تأثير السم، بس قطعة وبعد صدقني ما رح يضل في أثر للسم بجسمك.
يا رب ساعدنا واشفينا يا ياسر. يا رب بدخيلك. يا رب. اختي. ياسر ياسر احكي، انا عم بسمعك، انا جنبك حبيبي، فتح عيونك ياسر. يلا حبيبي فتح عيونك. ياسر ياسر الحمد لله الحمد لله. ياسر ياسر يا عمري انت، يا الله بشكرك لانك عافيته واستجبت لدعواتي. راضي هي نعمة كبيرة، أنا عن جد ماني عم صدق يلي عم شوفه. بتعرفي هالشي اللي صار مو طبيعي، من كتر الدعوات صار هاد الشي. الله كتير رحيم وبيسمع كل الناس، وما بده غير إنه نحبه وندعي له دايما. سمو الأميرة، صارت شغلة مو منيحة، قلتون يلي لبس ثياب السلطان وعم يقاتل ركن الدين. راضية؟ ألتونيا هو السلطان؟ لا، السلطان حدا غيره.
هلأ هذا هو سلطانكم؟ شوفوا شوفوا كيف برمي بالأرض قدام رجلي، شوفوا هذا هو اللي بده ينقذكم؟ وين اختفت شجاعته؟ هذا اللي تحداني؟ واللي بتحدى الأمير ركن الدين؟ وبمثل هيك حالة لازم ياخذ جزاته، وبوعدكم اني رح اقمع اي صوت بيرفع ضدي او ضد حكم سلطنتي. ما فيك تخدعني وتتراجع عن كلامك، لانه في حياة شخص تاني ناطرة ننقذها. بس اعطيني مضاد للسم اللي اخده الامير ياسر، وبعدها فيك تقتلني كيف ما بدك. معك حق، لأنه خداع الناس هو طبيعتي، بس هالمرة وثق فيني، رح نفذ وعدي إلك، وأنت رح تندفن بهي الإيد، وبالإيد الثانية الأمير ياسر رح تجي حياة جديدة. هاد وعد مني. لا يا أميرتي، ما كان لازم تجي لهون. انت شو عم تساوي؟ مين انت؟ هاد الشخص الغلط واحد كذاب عم يضحك عليك وصدقته. مو هو السلطان. اللي مين بتكون؟ الظاهر خداع الناس يلي بدمك خلاك تكون أعمى. شو ما بتعرف تفرق بين الحقيقي والمزيف؟ طلع منيح وشوف بعينك. السلطان الحقيقي هو اللي واقف قدامك. لا تصدقوا عم يكذب عليك، أنا السلطان الحقيقي. هذا أحلى خبر بهي اللعبة.
كذبي حقيقي، حقيقي كذبي. ومين رح يحل هاللغز؟ اسمعوني انتو الاثنين، ما عندي وقت لألعب هاللعبة السخيفة. بسرعة قرروا مين الحقيقي ومين لا. أنا هلأ لازم أعرف. رح تواجهوا بعض، وبعد المواجهة بيكون الخسران مزيف والربحان حقيقي. انتوا موافقين؟ موافقين. ليلي وين راضية؟ جاوبيني فاطمة. صدقيني أنا عم أقول الحقيقة يا سلطانة، عن جد ما بعرف. لساتك عم تكذبي علي. أنتي بتعرفي وين راحت راضية، وما هيك مخبية هالموضوع. جاوبيني هلأ وبسرعة. ستي خليها تروح، يعني فاطمة ما دخلها، يمكن راضية مخبية شي ما بدها يانا نعرفه. ستي ستي، أنا هلأ عرفت إنه ألتونيا راح على لالة شوك مشان يقاتل ضد السلطان. أنا كتير حابب أشوف ألتونيا كيف عم يقاتل، تسمحي لي روح لهنيك مشان أتفرج؟ إيه حبيبي ياسر، جهز حالك لنروح، كلنا رايحين على لالة شوك. يعني راضية هي السلطان الحقيقي؟ هاد السر اللي مخبيتيه فاطمة؟ يلا جاوبيني لا تضلي ساكتة. إذا بدك تقتليني ما عاد تفرق معي، لأنه رح توقف حياتي بين إيديكي. أنت شكلك إجيت حتى تنتحرهم، وأنا موجودة حتى أنقذك. الحياة ما بتستحق نعيشها إذا يلي منحبهم ما كانوا معنا. على فكرة فيني حقق لك أمنيتك وأقتلك. أنا أمنيتي شغلي وحدة، هي أني أتزوجك. مستحيل كمل حياتي مع محتال. انت بتعرفي قد ايه هالمحتال بيحبك؟ اللي بالله وين الحب؟ ألتونيا أنت خدعتني، سرقت اسمي وهويتي، يعني شو فكر حالك عم تعمل يا بطل؟ شو اللي خلاك تجي لهون؟ ما في سرقة وأنت موجودة بهالحياة. سرقتي لي قلبي والأسئلة يلي أنا بسألها، وهالسيف يلي بإيدك كمان عم تستخدمي ضدي. أنت يلي ليش إجيتي؟ لأنه السلطان هو أنا مو أنت. الله عطاك الجمال بس العقل بتوقع ما عندك. اسمعيني هلأ، انت اللي ما عم تفهمي علي. الأمير ياسر حياته بخطر، تركان وركن الدين معهم الترياق للسم. أنا قلت لهم أني السلطان لحتى يسمعوني وانقذ حياة الأمير ياسر. مشان هيك بعتتني لبعيد؟ لك بيكون مجنون اللي بيرد عليك تاني مرة.
هلأ إذا كتير حابب إنك تموت لكن خليني أنا اللي أقتلك حتى الناس تتذكرك لسنين يا عاشق. مو ممكن هالشي، جايتك خربت لي كل القصة. مفكرة إنك تنقذيني؟ مستحيل هالشي يصير هلأ. يا ريت تسمعيني وتهربي من هون بسرعة. واثق من حالك؟ مفكر القصة بتمرق بهالسهولة؟ ما في شي بيصعب عليكي، أنت بتقدري تخلصي حالك وبعدين منقدر نتزوج. تضحيتك راحت على الفاضي، خد لك نظرة وتطلع عهديك الجهة رح تعرف إنه كل شي عملته على الفاضي. وهلأ قلي، اقتنعت بي اللي صار؟ الأمير ياسر طاب وما عاد بحاجة للترياق، وكذبت إنك السلطان انكشفت. الزواج رح يتم لو شو ما صار. رح جيب موكب ونروح لعندك واطلب إيدك من أهلك كمان. من إمتى حضرتك بتفكر بالزواج؟ مو على أساس هو سجن بالنسبة لك؟ هلأ مو هاد هو حديثنا، فهمني ألتونيا، أنت ليش مصر إنه تقتل حالك؟ أنا قاطع وعد على حالي أحميكي لو شو ما صار، ما رح أندم أبداً حتى لو خسرت حياتي هيك. بترجاك ألتونيا؟ إذا بتحبني اسمع مني، بدياك تروح لبعيد؟ قليلي لوين بدك يعني روح لبعيد؟ أنت عندك عيلتك بتسأل عنك وشعبك بيحبك وبيحترمك، بس أنا مين إلي؟ ما حدا رح يكون معي ولا رح يبكي علي بس موت. مشان الله ألتونيا لا تحكي هيك، أنا بحاجتك، بحاجتك كتير، بس لو تعرف اللي جواتي. غزلك انجام لکھا میں نے سانسوں پہ تیرا نام لکھا میری ارضی تو خود غرضی تو میری خواہش تو. تعرفي خليتيني كون اقوى بعد ما حكيتي هذا الكلام معي، وهيك ما عندي مشكله موت كرمال ناسي وحبايبي. میری خواہش تو میری مرضی تو. ممتاز يا ألتونيا، هذا بيعني إنك أنت السلطان الحقيقي، وهلأ أنت رح تقتل وتخلص عليه لأنه غشنا وتضحك علينا. أنا موافق.